خبر تداولته جميع وسائل الإعلام والصحف الأسترالية بقالنا يومين، يمكن هذه الصحف بتتكلم عن الوزيرة المصرية، أول وزيرة مصرية في الحكومة الأسترالية دكتورة عزة السروجي، واللي زي ما كنت بقول لحضراتكم أصبحت أول وزيرة مصرية في الحكومة الأسترالية، وكمان أول مسلمة تتولى منصب وزاري في تاريخ أستراليا كله. كمان عايزة أقول لحضراتكم أنه الدكتورة عزة هي يعني الحقيقة نموذج لكل سيدات مصر اللي بيقدروا دايماً أنهم يثبتوا أنهم قد المسؤولية في أي مكان بيتحطوا فيه، ويثبتوا نفسهم في أي مجال بيكونوا موجودين فيه، ودايماً يعني سواء جوه مصر أو بره مصر مئات من السيدات المصريات المشرفات الحقيقة بيقدروا بمجهودهم أنهم يكونوا في مناصب كبيرة وفي تخصصات علمية متطورة جداً. بكل تأكيد حاجة تشرف يا هدير، بنت محافظة الإسكندرية الدكتورة عزة السروجي، تخرجت سنة 1990 في الجامعة الأمريكية هنا في القاهرة، بعد كده كملت الدراسات العليا في استراليا وحصلت على الماجستير والدكتوراه في الفلسفة. ليها أبحاث كتير بالمناسبة في مجال مكافحة الأفكار الإرهابية والمتطرفة. الصحف الأسترالية بتقول إن ده كان أحد الأسباب الرئيسية في اختيارها كوزيرة للشباب في الحكومة الأسترالية الجديدة، لأن نشاطها الأساسي كان بيركز على دعم الشباب من خلال منصبها كأستاذة جامعية طبعاً وأكاديمية مهتمة بقضايا الشباب ومكافحة الأفكار المتطرفة. كمان خلينا نتكلم مع حضراتكم إنه قبل المنصب الوزاري كانت الدكتورة عزة بتشغل في مجلس العلاقات العربية الأسترالية، كانت بتشتغل فيه، وهذا المجلس تابع لوزارة الخارجية الأسترالية، وأسست من خلاله منظمة اسمها منظمة الأشخاص ضد العنف المتطرف. وكمان لو رجعنا ل 2016 فهي انتخبت عضوة في البرلمان الأسترالي، وأيضا تم اختيارها لتكون من أكثر 100 شخصية مؤثرة في أستراليا. بكل تأكيد يهدير، هو مشوار مهم كلنا بنفتخر بيه للدكتور عزة طبعا، اللي في أستراليا مشهورة باسم آن علي، واللي كان ليها مجهودات كبيرة جدا في دعم العلاقات المصرية الأسترالية، وبرضو ليها دور مهم في إطلاق جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية، واللي كانت ضمن نتائج فعاليات مصر تستطيع بالتاء المربوطة. نموذج ملهم وصورة مشرفة لمصر في الخارج حبينا نبدأ بيها مع حضراتكم حلقتنا النهاردة. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.